حيوان آكل اللحوم من عائلة السنوريات، يتميز بجسمه القوي والمرونة العالية. يعيش الفهد في المناطق الجافة والمعشبة، ويعتبر من أكثر الحيوانات قوة وسرعة في البرية. يمتاز الفهد بلون فروهي الذي يساعده على الاندماج في البيئة والاقتراب من فريسته دون أن يلاحظها. يعتبر الفهد من الحيوانات المفترسة الذكية، حيث يستخدم استراتيجيات متنوعة في اصطياد الفريسة. يعتبر الفهد رمزاً للقوة والبراعة في عالم الحيوانات، ويحظى بشعبية كبيرة في ثقافات مختلفة.